أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الوضوء من مبردات المياه إذا حان وقت الصلاة وكانت دورات المياه مزدحمة، وأنه قد تفوته الصلاة إذا انتظر في دورات المياه؟ جزاكم الله خير. هي ما جعلت للوضوء، هذه البرادات ما جعلت للوضوء، فلا يتوضأ منها. إذا أراد يتوضأ يأخذ ماء ويطلع خارج المسجد ويتوضأ، يأخذ ماء بقارورة ولا في إناء ولا في، ويطلع خارج المسجد ويتوضأ. ما جعلت هذه البرادات للوضوء، مجعولة للشرب. ولو فتح هذا الباب وقيل توضأ منها لتزاحم الناس عليها ووسخوا المسجد وحرموا الذين يشربون منها. نعم.